فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أسئلة متعددة تسأل عن موضوع واحد، وهذا أحدها، وهو يقول: حدث خلاف في هذا اليوم في صلاة الكسوف، حيث إن هناك من صلاها وهناك من لم يصلها بحجة أنه لا تكون الصلاة إلا عند رؤية الكسوف بالعين المجردة. لا، الكسوف إذا رؤي ولو بالنظارات أو بالتلسكوبات أو يعني رؤي بالعين المجردة أو رؤي بواسطة المكبرات يصلى، إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. نعم. وإذا رآها بعض المسلمين صلون الباقين لو ما رأوها، أو لازم كل واحد يراها. إذا رآها بعض المسلمين، إذا سمعت النداء لها والصلاة صل ولو ما شفت الكسوف. نعم.